خروج أمل من الاستوديو كان محاولة لتجيب دليل للمفاوض، وهو أرشيف كامل لأولادها احتفظت فيه لحظة بلحظة مثل الملاك الحارس كانت عم تتبعهم. محافظة صور الأولاد على تليفونك؟ نعم. في جبت التليفون لحتى بالنادي بالنادي لما كنت أنا وياها. لما رحت أنا أشوفهم شفت الصدفة للولد بالنادي ما كان يعرفه، بس قلت له مبسوط، قلت له بتستحي لأني بستك؟ قال لي لا، بس أنا دليت ضبط أعصابي وما قلت له، منشان دايما أتردد يا أستاذ إنه على النادي. ما قلتي له إنك لا بوقتها؟ ما بوقتها ما قلت له، بس قال لي ليش لا تعرفت على واحدة مثلك إنه مرة. كيف يعني؟ خافت إنه ما تقدر تشوفه مرة تانية؟ إنه أنا خفت ما أشوفه أو يعمل ردة فعل للكابتن اللي بده يساعدنا، نحن نراقب من بعيد لبعيد إنه ما يجي حدا من طرف أهله. واضح إنه هالقد عاطفياً أنت بعدك معلقة فيهم، عم بتحفظي صورهم، عم شوف على الواتساب ناس عم بيصورون ويبعتوا الصور لألكم. تفضل. طبعاً ما بدنا نقول مين. هذا رقم ابني. عم تحكي انت بيه؟ ايه، بس ما بيحكيني، ما بيرد علي، بيكتب لي كتب لي اول يوم هذا. ما عرفت فيك ترى الحوار لو سمحت. اخذتي لحالي احكي. فيك ترى الحوار زي ما انت. حدا اعطاني الرقم كمان. كيف بتشوفه من الاول؟ عملي لوحه حاطين صورهم على الحيط بالبيت، وهذا من اعمار صغيره، والصور اللي وصلت لك هن وكبر. صور بيتي كلهم هن وصغر لحتى هن وكبر. توصلتي بعيد ميلاده؟ ايه. وحتى نجح حسب ما مبين عم يقرا الرسائل وما عم برد. صح. وما عمل لك بلوك؟ لا، وما عمل لي بلوك، بس البنت عملت لي بلوك على الفيسبوك، هو واتساب ايش اسمه. وحاولت كمان ناس، حدا قال لي انه نجح بشهادة بريفي وزعت حلو لكل العالم، انه قلت لهم لانه ابني بعيد عني وفرحت له. وما عمل لك بلوك؟ ما عمل لي. تفضل. يعني الحلو منه معناها اذا ما عمل لك بلوك ان شاء الله انه في امل يا رب. طيب وانا دلي ادعي لهم وما نام الليل، قوم صلي كيام الليل. الله يتقبل منك ويرضى منه ومنك يا رب يا رب. وحنن قلبه اذا كان قلبه شوي، دلي يقول الله يحننهم يا ماما. انا ما بلومكم. طيب بس لازم تعرفوا انه انا مظلومه يا ماما، حكي حالي على مصاب. خير ان شاء الله خير. طليقك موجود معنا هون بالاستوديو، كان عم بيشوفكم ويسمعكم من اوضه تاني، وهلا بدنا نتواصل معه، رح تشوفوه انتو ونحكي لحتى نوصل لحل يرضي الطلبين ان شاء الله. مرحبا استاذ. اهلا 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 استاذ عمار. الحمد لله ماشي الحال. اول شيء مشكور لحضورك، ومشكور لوقتك، ومشكور لقبولك. ولا يهمك، كلك ذوق. حضرتك سمعت، يعني شفت وسمعت، وشفت هالأم قديه موجوعة رغم القرار اللي أخدته بالزمانات، ومبين معلي لو أستاذ يحيى ما بده يرضى، بس بين للكل أنه الوالد كان ضاغط عليه، وحضرتك بي وبتعرف أنه كلمة البي ما لازم تنكسر خصوصا بمناطقكم، وأنا بعرف. فهل إذا بي أخذ هذا القرار وانظلمت من وراه، فينا نلاقي حل انه بعد هالعمر وهالظلم اللي قطعت فيه نساعدها لحتى نخفف عنها هالظلم؟ طبعا ما بيخفف انه ربيوا ولادها بعاد عنا، شو رأيك؟ استاذ عمار، اذا هي عم تقول انه اهلها ضغطوا عليها، وهذا القرار مش هي اخذته، من اهلها اخذته، ولا واحد بالعيلة من بعد جمعة، من بعد أسبوع، من بعد 10 أيام، نعم، من بعد شهر، من بعد سنة،
ما لقوا حدا يحنن انه هالبي على بنته اذا هن عم يقولوا حاطينها بظهر المتوفى؟ حاولوا حملوا الوزر انه للتوفى وانه هن ما قالن عليها. حاولوا وهن رغم كل شيء. انا ما بدي جرح بحدين ولا عم وجه كلام لا حدين. انا عم احكي اللي كان صاير معي بالتحديد واخوه اللي جنبك هو بيعرف. واحده ثانيه انا اجتمعت انا وياها اكثر من مره عند شيخ مكلف من دار الافتاء ومن المحكمة الشرعية عند الشيخ فؤاد الشامي بمراح السراج على فكرة. وقال لي لمدى الحياة ما بتشوفي ولادك. رحنا لعنده كان الشيخ معه. هي كان طلبها الوحيد وطلب بعض من أهله اللي كانوا يتواصلوا هني كان طلبهم المؤخر لكاتبين ولاله. قد ايه كان المؤخر؟ كان كاتبين مؤخر 50 مليون وانا كنت موكل محامي بالموضوع ولاخر فتره بعد 4 سنين كانوا عم يتفاوضوا معي قبل انتهاء الجلسه بساعه طلبوا 10 ملايين قلت لهم في محاميه بتتفاوضوا معها رجعوا طلبوا منا 5 ملايين قلت لها اللي بيحكموا الشرع يا استاذه انا حاضر ان شاء الله يحكم 100 مليون هيدا هي الخبريه من 16 سنه 17 هيدا الحديث من 16 سنه ولا هني طلبوا بالولاد بلا مقطوع بحديثك ولا هني طلبوا بالولاد ولا بحضانه الولاد ولا بصور الولاد. انا شو بدي اذا هي راحت على المدرسه لعنده لتشوفهم من بعد 5-6 سنين خلصت المحكمه والولاد ما بيعرفوها هربوا منا الولاد قالت هذا الشيء المعلمين بالصف تفاجئوا انه كيف امهم ما بتعرفون قالوا لها اذا بتريدي ما تيجي لهون لانه امه اللي كان هي يعني شريكه حياتي وهي عمري وهي كفت معي هيدا المشوار حملت اولادي وخلفت اولاد وقالت انه انا عندي من قبل ما اتزوجك ولدين هي تتابعهم بالمدرسه وهي تروح لعندهم على المدرسه مدامتك الحاليه نعم 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 بعدين شغله ثانيه هني عم يقولوا اذا بتريد انه بدهم يشوفوا الاولاد انا شخص أولادي مش حاططهم بأنينة وضغط عليهم أنا أولادي كل يوم بيروحوا على السوبر ماركت 20 مرة بيروحوا على التعاونية 1000 مرة لا عم بيقول بس وكمان عم بيقول أستاذ يحيى أنه يعني بسوق الخضرة عم ينتقى بابنك كل الوقت مزبوط طيب وابنك رافض أنه يتواصل معه لا مش مزبوط هالحكي ابني شيري من عنده أكتر من مرة وهو مش قايل له أنا خالق ولا لأنه ابني رافض الفكرة وأنا إذا بدي ابني ما يحكي أنا قلت له أنا إذا بده ابني إذا بتريد عم بيقول سيد يحيى أنه قال له إذا بتريد إذا بتريد أنا ابني فتحت السنة الماضية اجت جائحة كورونا وعملوا عطل وقفوا المدارس وصار التعليم اونلاين تعينا نفتح له محل خضرة بالمفرة يقضي وقته مشان ما يضيع برافو عليك عين العقل عملت صار هو قلنا بيتعود على نفسه وبيتكل على نفسه قلنا له بتروح انت بتشتري وبتبيع وبتدير هيدا المحل على مسؤوليتك الخاصة وبتشيل اللي بدك اياه وشو بينقص نحن حاضرين قول اوكي صار يشتري من عنده طيب. انا لو انه انا عم حرضه على امه او على خاله او على عائلته لا ما حدا عم ما انا ما ببعته لعنده يشتري من عنده ما حدا بس هني اساءوا التصرف من واحد عمره كان عمره 3 سنين راشد طيب. بنت عمرها سنتين من 2006 ل 2022 نحن هلا يعني عم شارف عندك 16 سنه جاي هلا بعد 16 سنه بدك تقول لي انه والله انت مخبي اولادك وانت ما بعرف شو وانت ما بعرف انا لا ما حدا عم بيقول هيك استاذ حتى ولا حتى انا حاجبهم اذا هي بتسحب صور على الفيسبوك وتعمل هذا شأنها هي ام بتعمل اللي بدها تشوفهم حلو انا مش مخبيهم حلو بس اذا هي شافت ابني عم بتقول هي هلا عم بتقول انه شافت ابني بملعب جول كانوا عاملين حفله بالثانويه او شيء وابني رفضها انا كنت معه قلت له لابني رفضها انا اذا بدي ابني ما يروح لهونيك على هيديك الحرب قال له ما تروح طيب. انا ابني كتير فري وكتير جنتلمان بيجي بيقول لها لامه بيقول لها ماما صار معي 1-2-3 واجت مدامتي قلت لي هيك صار معه قلت لها شو عميل قلت لي هيك قصدك مدامتك الحاليه نعم. يعني ابنك بيعتبرها امه نعم ما بيعيط لها لامه ابدا باي عمر راشد واخته ريان عرفوا انه مدامتك الحاليه مش امهم البيولوجيه عرفوا الاولاد وقت اللي بيصير الانسان بيعرف يقرا ويكتب بالمدارس عنده خروج قاد عنده باسبور عنده شهادة علامات عنده فحص دم عنده 100 شغلة مقيد اسمه كذا كذا اوكي كيف كانت ردت انا قلت لهم انه نحن انا كنت متزوج امكن وصار عنا شوية مشاكل وقدت لها انفصال نعم وهيدي المخلوقة هيدي هي اللي اعتنت فيكم من صغركم وهيدي هي اللي حضنتكم وهيدي هي اللي عودتكم حنين الام طيب بوقت ما كان عندكم حدين طيب وتقبلوها وبيركضوا عليها وهي امهم وهي وقتها ولدت ابو راشد بعمر معين الاولاد يعني حتى لو عرفوا هالمعلومه بيكون عندهم فضول تيعرفوا امهم اللي خلفتهم ايه
وقت اللي خلق عندهم هالفضول، خصوصا انه البنت كان عمرها سنتين، ولا مره كان عندها هي الفضول انها اذا تشوف امها اللي خلفتها. طبعا لا شك انه مدامتك الحاليه مش مقصره، ما بيطلبوا مني ولا طلبوا ولا انا منعهم ولا بفتح لهم موضوع ابدا، ولا بيوم من الايام قالوا حابين نشوفها؟ لا 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 ابدا ابدا. ليه؟ اصلا لانه هي عم بتقول لك هلا من سنتين كان في قريب على بيتها هي الزوجه في ملعب جول كانوا عاملين فيه ندوه احتفاليه او شيء، هي راحت لتسلم عليه او كذا، هو نبر بوجهه قال لها ما بدي هيك، ما بعرفك ما بدي هيك. برايك ليش؟ انا برايي لانه هو اولا ما بيعرفه، وثانيا كان عمره 3 سنين وتركته، وهلا عمره 19 سنه. هلا ما تاخذني بكلمه، بيقدر يحلق دقنه، بيقدر يتحمم، بيقدر يلبس، بيقدر يروح على الكافيه، بيقدر يروح محل ما بده. وقت اللي كان صغير كان بده رعايه منها، ما كانت موجوده، في حدا ثاني كان معبى الموضوع. انت بتعرف بس هي بتعرف، هي بتضل امهم على بغض النظر على عن ايش. ومثل ما شفت حضرتك يعني نحن بغض النظر عن خلافكم وشو الاسباب، ما بدنا نفوت فيها وما حدا بهمه يفوت فيها، لا حضرتك ولا هني. شيء وصار، انا هلا عم شوف قدامي ام شبه منهاره. تشوفهم انا ما عندي مشكله، تشوفهم هي تفتش عليهم اذا انا لا، شو تفتش عليهم؟ كيف بدك تكون ساعي خير كمان، ما انت بيون، انت جبتني من بخعون لهون بقطي. لك اهلا وسهلا فيك يا زلمه، يا اخي انا بطلع لعندك عم بخعون زيك. بس ايه؟ انا وان وقتها هي بتقول لك بخعون عن حرف سيد بتبعد دقيقتين. طيب اذا هي بدها تشوف اولادها، ايه هي في 100 طريقه بتشوف اولادها، بس هي مفكره انه بس شافت الاولاد انه والله ركضوا علي وحبوا. لا لا ما هني ما شافوا شيء منه، نحن ما هني يا استاذ عمر بعد هالعمر خليهم يتعرفوا عليها. لك يتعرفوا، بس هني هي روحت على الطريق الخطا، انا مش طيب منع عنه. فيك تكون يعني طالما هني اخذين هالموقف، ايه فيك تكون وسيط خير، شبه صلح. يا خي ما بدي اقول صلح، كيف في حال لجأوا انه بيوم مثلا تشوفهم يوم بالاسبوع، اذا رضيوا طبعا من بعد ما انت تقنعهم او تجرب تقنعهم او تحاول تقنعهم، هل عندك مشكله؟ انا بستبعد انه اذا قال له لابني انه والله روح عند بيت فلان، هودي بيت جدك، ما بتركب لا معه ولا معه. ليش جربته وقال لك لا؟ لا ما انا شايف اذا هو عم يروح، هي عم تروح من وراي انا ومن وراه هو، تعمل عليه المستحيلات. ما بركي خايف يكسر لك كلمتك مثلا، لا او رهبتك او هيبتك، لانه ما شاء الله عليك استاذ عمار. انا زلمه كثير فري قد ما بدك وزياده، انا ابني بيصارحني من الطاقه على السلام عليكم. حلو كثير، يعني نعمة تربية. انا ما عندي بي وابن، انا بده صار شاب بعمره مثل ما قال رسول اللهم صل وسلم عليه، انا بخوي. انا ما عندي مشكل مع هودي الجامعة اللي جا عندك، هي بنظرة او خوله اللي جنبك انه مجرد ما يشوفوه يركضوا عليه ويحبوه. لا لا ما مش هو ما شايف يعني منهم شيء، ما بدك هو يشوف منهم شيء ليركض لعندهم؟ مزبوط، ما شايف منه، ما فيها هي دغري من الاباب للطربوش تقول انا بدي اياك. مزبوط اللي عم تقوله كتير صح، بس مع طول في خطوة اولى. اذا حضرتك بتقول انه هاي الخطوة الاولى انا ما عندي مانع انك انا ما عندي مانع لا معك ولا معهم، ما عندي مانع انك تكون ورح جرب ساعد فيها. انا بساعد فيها ضمن انا المستطاع، بس انا ما بفرض. انا قلت لك انا لا ما حدا قال تفرض كتير فري. تسعة ليك اذا ابنك هلا انت بس قررت انك تفتح له محل الخطة، اكيد صار في تشاور صح، انا اعطو صح. يمكن هو اعترض يمكن ما اعترض، بس وصلتوا لمطرح انه اخر شيء اقتنع، يعني صار في حوار صح. هل هاي الحوار كرمال هالام المنهاره يلي وجهت لك رساله وقالت قبل ما اموت، يعني يعني ما بعرف شو اسبابها لحتى تقول قبل ما اموت، وان شاء الله ان شاء الله العمر الطويل لإلها ولإلها، في حوار بده يصير بينك وبينه لحتى يقتنع، هل هذا الحوار حضرتك مستعد تعمله؟ بعمله. حلو، هيدا وعد؟ أكيد، نحن ما بنحكي شيء مترقب. لا لا طبعا بس بالمقابل. شو المقابل؟ ممنوع التشويش. كيف يعني ممنوع التشويش؟ يعني التشويش يعني كيف؟ أنا بجاوب على النقطة. أنا ضد التشويش. أستاذ يحيى بده يجاوب على النقطة. أبو راشد أول شيء كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. لك في 3 نقط انا بس حبيت اوضحهم. اول نقطه بالنسبه للخلاف اللي حكيته بالبدايه، انا ما كنت حابب اذكره لانه هو سيء. انا غلطت بالبدايه، اوكي ماشي الحال، صار اللي صار، وانت غلطت وانا غلطت، صار في غمامه سوداء ما بدي ارجع لها، ورجاء لا ترجع لها، ولا انا بدي اجيب سيرتها لحدا نهائيا. حلو،
وهذا الحقبه الثانيه، الحقبه الثانيه نحن حطينا العذر ببينا، لا الله يرحم بينا، نحن كنا نحترمه هو ما يعني هيك كان شايف، نحن ما كان فينا نطلع عن شوره، انت لحد ما مات ابوك الله يرحمه ما كان في حدا يطلع عن شوره. هيدي حقبه كمان ماني حب احكي فيها راحت. الحقبه الثالثه البنت هي كانت تحاول من وراء اهلها، لانه لو كان بيا يعرف كان بيا حي شوي حي يعني حييأس عليها شوي. الله يرحم بيك، انا ما بدي مش ابو راشد عم اقلل من هيبته ابو راشد، انا شو وعدتك بس أنا... ولكن انت عاملك تحطني انه بالنوع انه انا كنت لا 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 ما بالمدرسه انا شرس وبالحديقه انا شرس، ما كنت خليهم وانا ما كنت خليه. أنا أهلي لحد هلا أمي بتحكي معي بهذا الموضوع، بلا هذا الموضوع إذا بتريد يا أمي من طيب. ده أبو راشد، لأنه هني 13 سنة ما طلبوا بالولاد يا أبو راشد بالمحكمة، لا ما عليه ما طلبوك لألك، بس كانت عم بتجرب بالمحكمة في كانت خلي يقولوا الولاد بدي إياهم. ما هي النقطة كمان برضو غلطوا فيها، أنا مني دولة لأمنعهم يا أبو راشد، هي النقطة كمان حكينا فيها بموضوع المحكمة وبين أنه غلطانين فيها، مش هون النقطة. نقطة مثل ما انه حضرتك وقلت لك وانا وعدتك انه ما بنحكي باسباب الخلاف لانها مزعجة ولانه هالقد حابين انه يكون التواصل صح وتوصلوا لحل يرضي الطرفين، ما بدهم يفوتوا بهالاسباب، وبنفس الوقت اعترفوا باغلاطهم لانه بدهم يوصلوا لحل يرضي الطرفين. انا كمفاوض عم بطلب منك او عم حاول اتفاوض معك انه الاولاد بعرف انه ما بيعرفون وبعرف انه مش متواصلين معهم كل هالعمر، ولكن حضرتك بتمون واكيد بتمون انهم يحاولوا. يا خي اذا ما صار في محاوله كيف بيعرفوا اذا راح يرفضون او ما راح يرفضون؟ اللي راح يبارك هالمحاوله في حدا غيرك ممكن يباركها؟ انا ببركها، بس اذا بيجي بعرف بيجيني وجع راس ببركها. ليش شو الوجع الراس اللي بتوقعه؟ ممكن كلمه هون. ايه تفضل يا ابو راشد، انا عملي اقول لك حرفيا انا الماضي صعب، كيف بدي اقوله لاولاد اختي؟ انا حلو، انا ما بدي اجي لاولاد اختي الا من هلا من هاليوم اللي مرق نحن غلطنا الكل. انا ما بدي شيء، انا ما بدي شيء نهائيا، ولا راح اكرههم فيه لا سمح الله، ولا راح احكي اي شيء الا بالمنيح. اللي صار صار غلط من الكل، وانا بعترف بغلطي يا عمي، انا بعترف اني انا غلطت، بس انا 9 سنين اللي قعدتهم برا هن سبب التاخير اللي نحن وصلنا له لهلا. كان في عندي اخوه هو بيعرف، هو مش انا كل شيء، انا صحيح جيت اخذتها من عندك من البيت، بس انا مش انا بامري، ما بدنا نحكي بهذا الموضوع. انا ما بدي انا عارف انه في غلط أبو راشد. انت رفعت دعوى، انا رفعت دعوى، هو رفع دعوى، نحن بدنا نحبب هالولاد بهالام بكل هالموضوع. انا عم بترجاك يا ابو راشد، ما من شاني انا غلطت يا اخي، لا سامحني، بس كرمال كرمال اختي. حلو، انا الماضي راح ونسيته، انا ما لي شيء ولا عندك ولا عند غيرك. انا بدي بس شوف بمبادره من استاذ عمار، وهلا في كثير من المشاهدين ونحن معنا قساوة القلب، معنا الا الحنيه والرحمه مثل ما الله سبحانه وتعالى بس غير هيك. بس انا بشغله تانية، ليش بدي اوجع لك راسك؟ شو أنا مستعد اجي هلا بوسك وبوس ايدك كمان. ما بدي لا تبوس ايدي ولا شيء. انا بدي تجرب تيجي تقعد هون بالاستوديو تشوفه وتتواصل انت وياه هيك استاذ عمار، وجه بوجه بدل هالشاشه اللئيمه. ما في داعي استاذ عمار، انا بكون محضر خير مع الاولاد وبقول لهم فيت بفتحهم بالموضوع انا ومدامتي من بعد الاذن منها، لانه هي ربتهم وهي قليله حقك طبعا عليهم. مزبوط حقا، وهي الاساس بهذا الموضوع من الصغر لحد هلا صار عمرهم 20 سنه بيتزوجوا. هي اصلا نفسي كان بدها تحكي كلمه معه وتشكر مرته. انا بدي اتشكر. تفضلي قولي. وانا ما عندي شيء غلط عنها، بالعكس بتشكرها كثير وبدلي بحكي عليها بالمنيح، والله بيعلم وشاهد على اللي بقوله دائما. شو بقول يعني؟ لانه بدلي بدعيلها بس تصلي بتدعيلها دائما كيام الليل ووين واي ساعه بالبيت، بدلي بردت الله يجزيها الخير لهيدي اللي عاشت مع اولادي وربت لي اياهم، ويا رب يحننن علي تحننهم علي. انا شاهد والله شاهد، انا عم بسمع وانه لاخواتي هيك يقولوا لي يا رب، لانه هي حرام ما ذنبها. حضرتك الله يذكرها بالخير يا رب. حضرتك ابو راشد وعدت
انك تسعى تقربهم من بعضهم، وحضرته ابو يحيى رح يوعد هلا انه الماضي ما بيفتحه. لا انا مش رح اوعد، انا اصلا ما بدي افتح الماضي. هو بس هو فتح الماضي، انا والله ما بدي الماضي. ماشي بس انا بدي وعد من ابو راشد يعمل للماضي اكس. طيب حضرتك بتقول انا اذا بدي كره الاولاد بالبي معناها ما بقى فيني اوصلهم، انا بدي احبب الاولاد بالبي. نحن اجينا على هذا البرنامج كرمال انه ما نفتح المواضيع القديمه. حلو. كرمال انا ام مشتاقه لاولادي وشوفهم، ما بدنا قديم، وقدر الله ما شاء فعل. هو تزوج الله يهني ويبارك له، وانا كمان هيك يعني. طيب. بس لو سمحت بس بدي اشوف اولادي انا واحضرهم، ما حاخرب عليهم ولا اقول لهم، بدي اقول لهم يا ماما مثل ما بدكم انتم، بس اعطوني كلمه. هي بتسمع كلمه بس بدي كلمه منهم انه ماما، حتى ما بجيب سيره ابدا، بقول لهم مثل ما بدكم، بدكم تعيشوا هونك مثل ما بدكم، بس انا بحب اسمع عنهم اخبار تفاصيل، يحكوني يقولوا لي الو ماما، اتعرف عليهم مثلا، يقولوا لي اليوم عنا هيك، اليوم احضر حفلتهم. كلمه ماما هيدي بس، او البدايه كلمه ماما، ويحكوني ما يصدوني انه احكي ما لاقي رد فعل، صير اعصابي ترجو. ابو راشد انت انتبهت انها عم تعمل شات مع راشد، وراشد عم يقرا الكتيبه وما عمل لها بلوك، هذا ما بيعني لك شيء؟ لك انا عم تحطني بقفص الاتهام. لا لا والله ما عم لك. لا يا زلمه، مين حطك بقفص الاتهام؟ أنا عم اقول لك شفت هالشيء، شو بيلمس المشاعر، مين اتهمك يا رجل؟ فيني احكي كلمه بس يا ابو راشد؟ نحكي كلمه. انا اللي طلبت التفاوض يا ابو راشد، انا طلبت من الاستاذ ابو عمار، انا غلطت بحق اختي مع صهري القديم وبدي صلح. سمعت الريبورتاج يا عمي، انا مين احطك بقفص اتهام؟ أنا ولا أنا حاطك، أنا جايبك لحتى أتفاوض معك لأني أنا غلطت وبدي صلح الغلط كرمال أختي حتموت. طيب بتقلي أنا نحن حاطينك بقفص اتهام؟ لا، وقتها بينقل لي إنه أنت ما عم تورجي الولاد لأمهم، معناتها أنا المذنب يا أخي. خير. أنا واحد ما طلب مني. طيب وهلا عم يطلبوا منك أصلاً، هي خدمة إنسانية إذا جيت فكرت، يعني اعتبرها بعيدة عنك، وحدا إجا قال لك في أم حابة تشوف أولادها والوضع هيك 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 هيك، ما بتسعى إنك تقرب؟ من قرب يا رب. شكرا أبو راشد. أنا بس بدي أسألك بس هالسؤال الأخير وتجاوبني عليه، إذا التقيت أنا فيك هلا وسلمت عليك بتسلم علي ولا لا؟ أنا ما بحب أحرجك ولا تحرجني، خلص أنا ما في شيء بيني وبينك، والماضي منتهي، وانت بتعرف من زمان انه انا يعني كل انسان بحول سبيله. لا انا بعني لك ولا انت بنفس الوقت. لا انا لا انت بتعني لي، انت اب وولاد اختي، بكون برهن وهذا الشيء. طيب انا مستعد برهن، قل لي شو طيب مطلوب. خلا مع الوقت طيب كل شيء بيبين. ابو راشد يمكن يعني يمكن الاستاذ يحيى يتنازل انه يلتقى فيهم، بس هالام حرام انها ما تتواصل معه. تتواصل معه، انا عم اقول لك بتتواصل. لا بمباركتك بمباركتك بتتواصل، بس اذا بده يصير تشويش لانه انت بتعرف. خلصنا من هالنقطه يا زلمه. استاذ عمار انا لك اذا بدك على الهواء بقول قدام العالم كله، نحن انا على اتم الاستعداد ومسؤول عن كل كلمه بقولها. انت يا ابو راشد بي اولاد اختي، لا يمكن ينجاب سيرة إلا الحسن، عشان نحن يا عمي ما بدنا بقى راح الماضي. أنا غلطت وأنا منك السماح، ويا أولاد أختي أنا غلطت بحق أمكن وبحقكن يا عمي، أعطوها كل حطوا كله كل العلة فيني أنا، بس خلوا هالولاد يجتمعوا بأمهم، وما في إلا الكلام الحسن بده يصير. وأنا عم أنا لك أنا كل يوم أنا وخيك علي بالمحل عم بيروح من وأنا وياه أعز الأصدقاء، وانا كنت بدي اتواصل مع اخوك علي واوصل لك، بس قلت يمكن ما اقدر اعرف اوصل، انه يمكن استاذ عمار هلا رح يقرب الامور اكثر. هلا رح فيك تتواصل. انا يا فواز يا ابو راشد يا صهري القديم، اذا بتريد عن بعد امرك، انا ما مستعد اني اخسر اولاد اختي بسبب كلام تقول لي انا تشويش وما تشويش. انا لازم احببهم فيك، ولازم انا برهنهم اني انا غلطت مش انت اللي غلطت. منيح هذا الحكي يا ابو راشد. انا ما بدي الا اولادي اولادك يجتمعوا باختي، اختي رح تموت مش اكثر من هيك. نحن ما فينا الا ننحني قدام هذا الكلام الحلو. بطلب من ابو راشد يجي يقعد لو
مش الموضوع معنا، اذا اجى معناها مش الموضوع ومش ضروري تحكوا. هيدي طلعوا على الهواء انه انا يا فواز غلطت بحقك ومنك السماح، بدي منك تساعدنا انه اولادك يشوفوا اولاد يشوفوا اختي، اولاد اختي يشوفوا امه ويقولوا لها يا امي كون واسطة خير من هلا.